الحيوية تأتي من ثقتك بمظهرك، ولكن هل تعاني مما يعكر صفوك؟ هل تفسد بقعة التعرق عليك يومك؟ إن العرق ضروري لتنظيم حرارة الجسم وتخليصه من السموم، ولكن ارتفاع كميات العرق المصحوبة بالرائحة الكريهة والبقع يعدان مشكلة تعاني منها بصمت. تغلب على ما يزعجك ودعنا نساعدك من خلال ميرادراي، التقنية الثورية الخاصة بعلاج التعرق في منطقة الإبط وبنتائج دائمة. ففي عيادتنا المتخصصة نوفر هذه التقنية بعد استشارة طبية مفصلة، وبعد التحضير في غرفة العلاج نقوم بوضع دهان مخدر تجنباً لأي نوع من أنواع الألم خلال عملية حقن التخدير الموضعي، ومن ثم يتم التعقيم بعناية. تحضيرات بسيطة لا تصاحبها أي مضاعفات. نبدأ بأخذ المقاسات لمنطقة الإبط، حيث تقع الغدد العرقية في طبقة الجلد والتي تختلف مساحتها من شخص لآخر وبحسب عمره ووزنه وبنيته. باستخدام هذه المقاسات نحدد المواضع التي ستعالجها تقنية الميرادراي، لتبدأ من بعدها مرحلة التخلص من العرق والإحراج إلى الأبد. ميرادراي يقلل التعرق بشكل دائم، ووسيلة تغنيك عن الاستخدام المفرط لمزيلات التعرق الضارة بالجلد. تقوم تقنية الميرادراي بشفط بسيط لمنطقة المعالجة لجعل المسامات العرقية أقرب للسطح، ويسلط عليها موجات حرارية لا تتعدى الطبقات السطحية من الجلد والأنسجة، وهي موجات آمنة لا تؤثر على باقي أعضاء الجسم وتستغرق ثوان معدودة لكل نقطة علاجية. وكميزة أمان، هناك تبريد لسطح الجلد في نفس الوقت الذي تعمل فيه الموجات الحرارية على تسخين الغدد العرقية لدرجة تضعف نشاط أغلبها وتوقف بعضها تماماً دون أي تأثير على نظام التعرق في باقي مناطق الجسم. تقنية الميرادراي حاصلة على اعتراف دولي ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية، ولأنها أنجح الحلول لعلاج التعرق كنا السباقين في استخدامها. في 90 دقيقة فقط وبحل لا جراحي من خلال جلسة أو جلستين، ستشهد انخفاضاً ملحوظاً في نسبة التعرق، وستزيد ثقتك بنفسك، وستعود حياتك إلى طبيعتها، ولكن هذه المرة بإبطي طفل صغير. إذا كنت جاهزاً لتقنية ميرادراي، احجز موعدك الآن عند الدكتورة منال المنصوري. مع ميرادراي حياتك أكثر حيوية. مع ميرادراي أنت في أمان من إزعاج العرق.